السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض اللحمة المحمرة. إحنا مكملين في وصفات عيد الأضحى. أنا مستعملة النهاردة لحمة ضاني. اللحمة المحمرة ينفع نستعمل فيها أي نوع لحمة، ضاني أو بتلو أو شمبري، وخاصة الضاني بيبقى طعمها أحلى في التحمير. لو فيها حتة لية أو دهنة بتدي طعم جميل. أنا هنا معايا اللحمة بتاعتي مقطعاها قطع صغيرة وغسلها كويس. هعمل ايه؟ هحط معلقة سمنة على النار. اول ما السمنة تسيح هنزل باللحمة بتاعتي، هدي اللحمة بس صدمة صغيرة بحيث اللي هي تقفل المسام بتاعتها. دلوقتي هنسمي وهنحط السمنة بتاعتنا على النار. بسم الله، انا نزلت اهو بمعلقة سمنة. السمنة تسيح هنزل باللحمة بتاعتي وهحمرها في السمنة بحيث اللي يتقفل المسام بتاعتها كلها. قطعوها بالمقاس اللي تحبوه، انا مقطعاها صغيرة. بصوا يا حبايبي، اللحمه بتاعتي بتنزل الميه بتاعتها. انا هسيبها لحد ما تنزل الميه كلها وتشرب الميه، يعني هتشرب الميه دي كلها، وبعدين هنزودها بميه سخنه كاننا بنعمل كباب حله. بس هنا انا مش هستعمل بصل خالص، انا هعملها محمره من غير بصل. اهو يا حبايبي اللحمة بتاعتي شربت المية بتاعتها، وانا بحمرها في نقطة السمنة، فاضلة نقطة السمنة اهي. بصوا بحمرها، وبعدين هضيف لها حوالي نص كوباية مية سخنة، واحط طبعا رشة فلفل اسود. مش هحط الملح الا في الاخر عشان اللحمة بتاعتي تستوى كويس. اهو يا حبايبي اللحمه بتاعتي اتحمرت، شايفين، وخدت لون حلو. هحط عليها رشه الفلفل الاسود وهحط نص كوبايه ميه سخنه. انا حطيت نص كوبايه الميه السخنه اهو زي ما انتم شايفين، وهوطي على اللحمه بتاعتي وهغطيها واسيبها لحد ما تشرب الميه دي. اهو يا حبايبي اللحمه بتاعتي خلاص شربت الميه اللي انا حطيتها. هعمل ايه؟ هملحها بقى، هحط الملح في الاخر. هي كده استوت. خلاص هغرفها وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي اللحمه بتاعتي بعد ما خلصت وحطيتها في الطبق، هو ده بقى شكلها النهائي. لو عجبتكم طريقه اللحمه المحمره بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.